مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم معكم على الهواء. عنوان هذه الحلقة الرأى والإحلام، ضيفها الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، كما استمعتم أيضا إلى رقم الاتصال وفاكس البرنامج. لعلي ينوه أيضا في بدايته إلى مسألة مهمة جدا تهم المستمع الكريم، أن هذه الحلقة وإن كان عنوانها الرؤى والأحلام فإن لا نعني بذلك أن نستقبل اتصالات الناس لتعبير رؤاهم وأحلامهم، بل إن ضيف هذه الحلقة طلب مني شخصيا هذا الموضوع، وهو أيضا لا ليس من المعبرين للرؤى والأحلام، لكن لعلنا تكون في هذه الحلقة رؤية تأصيلية لموضوع الرؤى والأحلام. دعنا شيخ عبد السلام في بداية هذا الأمر نأخذ تقدم عن مسألة الرؤى والأحلام وهديه صلى الله عليه وسلم في هذه أو في هذا الأمر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الرؤى شيء يراه المرء في منامه، وهذه الرؤية أو الرؤى موجودة عند الناس جميعا ولا استثناء لأحد دون أحد، حتى يقولون إن من يدعي أنه لا يرى شيئا في منامه ففي الحقيقة إنه يرى لكنه ينسى. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي كتاب الله عز وجل إثبات الرؤية وأن لها أثرا أو أن لها تعبيرا وتفسيرا، والناس يتعلقون بالرؤى جبلة. وسبب ذلك أن الناس بطبعهم يحبون أن يعرفوا المستقبل من أمرهم وسرائر حالهم وما سيكونون عليه، إن كانت المرأة حاملا هل ستأتي بذكر أو أنثى، وإن كان المرء تاجرا هل ستربح تجارته أم تكسد، وإن كان المرء طالبا هل سينجح في تجارته أم لا. بل إنهم يقولون إن المرأة كلما اشتد كربه واشتد غمه وعرضت عليه من نوازل الدنيا الشيء الكثير كلما كان تعلقه بالأحلام أكثر. مما يذكر في ذلك الأبيات الشهيرة لعبد الله ابن معاوية ابن جعفر بن أبي طالب لما كان في السجن وقد مات في السجن متهما بالزندقة، يقول: ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا، فإن حسنت كانت بطيئا مجيئها، وإن قبحت لم تنتظر وأتت سعيا. هذا منه ظنا وحدسا باعتبار أنه يتحرى من الرؤيا شيئا سيؤثر فيه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعبر الرؤى ويفسرها وحيا من الله عز وجل، وكان أول ما جاءه عليه أفضل الصلاة والسلام الوحي كان عن طريق الرؤى، كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها. من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في ذات الرؤى أنه قال لنا أن من رأى رؤيا خير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دله على أمور أن يخبر بها من أحب من الناس، لأنها خير وفيها بشرى وفيها صلاح لهذا المرء. وإن كانت الرؤيا رؤيا سوء فدلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري وغيره أن يستعيذ المرء بالله عز وجل من الشيطان، وأن ينفث عن شماله، وأن يرجع إلى نومه، وفي بعض الروايات وأن يصلي، وهذه في البخاري، وأن لا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. من ما يتعلق بالرؤى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بيّن لنا أن الرؤيا إنما هي مبشرة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن النبوة قد انقطعت ولم يبقى منها إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وفي قول الله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. إذن فالمقصود الملخص أن الرؤيا في الشرع أن الرؤية في المنام جاء الهدي بإثباتها، ولكن دون تعليق كثير من الأحكام وتعليق كثير من الآمال بها، وإنما هي مبشرات فحسب. نعم، لعل يعني لدينا شيء من الكثير من هذا الموضوع، لكن لعلنا نسير رويدا لأن تأتي أيضا اتصالات نوسع فيها هذا الموضوع. شيخ عبد السلام، هنا يعني أولى الفاكسات التي وصلت من الأخت سامي محمد الشيري من أبها البهية، تقول: ما الفرق بين الرؤيا والحلم، وما هي الرؤيا الصادقة الصالحة؟
نعم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى ابن ماجه أنه قال: الرؤيا ثلاثة، منها أهاويل من الشيطان ليحسن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يراه النائم على ثلاثة أنواع، منها ما يكون حديثا للنفس مما يحدث في يومه وليلته ويتحدث به مع زملائه في عمله وفي داره وفي سوقه ومسجده، فما كان يتحدث به يراه في منامه. نعم. ومما يذكر في ذلك أن رجلا متطببا، كما ذكر ذلك ابن جوزي في كتاب الأذكية، أن رجلا متطببا كان يقلع أسنان الناس فكان يقول لهم: إنه لن يؤلمك هذا القلع ما لم تفكر أو ترى قردا. فلما يصبح المرء في نهاره كله يرى أو يفكر في هذا القرد فإنه يراه في منامه. إذن هذا هو الأمر الأول، ما يكون من حديث الناس وما يحدث للشخص في يقظته. النوع الثاني ما كان حلما من الشيطان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه: إني رأيت رأسي قد انقطع ويجري وأجري خلفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبر بتلاعب الشيطان بك، لا تخبر بتلاعب الشيطان بك. إذن الشيطان أحيانا يكون سببا لكثير من الأحلام التي يراها المرء. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله تعالى أن كثيرا من الرؤى إنما هي بقرب الشيطان من العبد، ويستدل على ذلك بما روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. أنه قال: إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك بابن آدم لمة. وغالبا ما تكون لمة الشيطان بابن آدم حينما يكون أبعد عن الله عز وجل، ويستدل على ذلك أيضا بأن غالبا ما تكون الرؤى من الشيطان حال بعد الشخص عن الله عز وجل، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنه إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا العبد المؤمن، وفي رواية الصالح، تخطئ، أو نحو ما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصدق الناس لهجة أصدقهم رؤيا. فأصدق الناس لهجة أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد عن الشيطان، فإن الشيطان يكون قريبا من أهل المعصية، قريبا من أهل الكذب. المقصود أن الشيطان رؤياه ما كان فيها تلاعب بابن آدم في صفتها، بحيث يكون فيها كقطع رأس أو رؤية بعض التهاويل ونحو ذلك، أو أن يكون فيها، أو أن تكون الرؤية سببها بعد الشخص عن الله عز وجل وكثرة كذبه ونحو ذلك من المعاصي التي ذكرها أهل العلم. أيضا مما يتعلق بالحلم، ذكر بعض أهل العلم أن الحلم أحيانا يكون بسبب غلبة بعض أجزاء الصفراء أو الحمراء على كلام المتقدمين، وبعض المتأخرين هي يقول بسبب كثرة الأكل. فأحيانا هذه الأمور، كما ذكر الشهاب العابر في كتابه البدر المنير، أن سببها كثرة أكل نوع من الطعام فيكون سببا لأضغاث أحلام، فتكون من غلبة الصفراء أو السوداء أو غلبة الدم بحسب تعبيره المتقدم في اصطلاح الأوائل. أما الرؤيا فهي التي تكون من الله عز وجل، وهي التي تكون جزءا من 46 جزءا، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعرف المسلم هذه الرؤيا التي تكون من الله عز وجل بأمور: الأمر الأول أن لا يكون فيها تهاويل، ما يكون فيها تهاويل، وإنما فيها أمر واضح وجلي. الأمر الثاني أن تكون مبشرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لم يبق من النبوة إلا المبشرات، فعدها مبشرة. نعم، قد تكون منذرة، والإنذار لبعض الأمور هي تبشير للمرء، فإن عمر رضي الله عنه لما رأى أنه سيموت هي تبشير له بخير وشهادة حينما رأى ثلاثة نقرات ونحو ذلك. أيضا الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث قال: إن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، تسره ولا تغره، أما أن يتعلق بها ويكون خائفا منها أو معلقا عليها أحكام، فيدل على أولا ضعف توكل هذا الرائي على الله عز وجل، وأن هذه الرؤيا غرته ولم تبشره. نعم. لو علقنا دكتور عبد السلام أيضا، لازلنا في تفصيل هذا الأمر، فعله صلى الله عليه وسلم في الرؤى،
كيف كان يفعل مثلا في الرؤية الحسنة وفي الرؤية السيئة؟ لأن الناس اليوم لا يعني لا يعرفون الهدي النبوي في ذلك. نعم، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه في بعض الأحايين وليس دائما كان يقول من رأى منكم رؤيا، فكانوا يقصون عليه الصحابة رضوان الله عليهم رؤاهم فيعبرها لهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا شك أن من أعظم التعابير ربما يأتي له مجال هو ما كان بوحي من الله عز وجل كتأويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأويل يوسف عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من رأى رؤيا إن كان ظاهرها الحسن فليخبر بها من أحب، أو يخبر بها عالما، عالما بأحكام الشرع، عالما بعبر الرؤيا. لذلك فإن مالكا الإمام إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى كان ينهى أن يعبر الرؤى كل أحد، وقال أيلعب بالنبوة، بل يلزم أن يكون عابرها عالما بأحكام الشرع وسنن الدين وآداب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ما يتعلق بالآداب الشرعية في الرؤى لمن رأى شيئا من ذلك، الأدب أن المسلم إذا رأى رؤيا أن يعبرها على العالم أو أن يمر بها إلى العالم. وقد كان محمد بن سيرين الإمام المعروف التابعي الجليل، وكان من أشهر عابر الرؤى، كان يقول اتق الله في يقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام، فمن ظن أن مستقبله وحاضره متعلق بمنامه فلا شك أنه قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك مخالفة لكمال التوكل على الله عز وجل وكمال الاعتقاد بعلمه واطلاعه وتقديره وتصريفه للأمور. لعل هنا أيضا تساءل سألته سامي الشهري من أبها، قالت يعني هل يجوز الكذب في الرؤيا للإصلاح بين الإخوة والأخوات؟ يعني أحيانا بعض الناس يقول رأيت رؤيا شيخ عبد السلام ولم يرى، لأجل أن يرغب الإنسان في الهداية أو في الخير، أو ربما في الجانب الآخر يزجره عن فعل حرام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري أنه قال من رأى، من تراءى ولم يرى، يعني من تراءى في المنام أنه رأى رؤيا معينة ولم يرها، أمر يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ليس شعرتين وإنما شعيرتين وليس بفاعل. وثبت غير ذلك من الأحاديث في الترهيب من أن يزعم المرء أنه رأى شيئا ولم يره. نعم، الكذب بين الناس من باب الإصلاح، ورد النص بجوازه في ثلاثة مواضع ومنها الإصلاح بين الناس، ولكن جل أهل العلم يرون أن الكذب المقصود به هنا التورية، أو الكذب من غير الكذب الذي يكون كبيرة من الكبائر كالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب في الرؤيا فإن هذا، أو كذب لأخذ مال المسلم، فإن هذا الكذب بثلاثة الأنواع هو من كبائر الذنوب، كما نص على ذلك السفارين في منظومته وغيره من أهل العلم من عددوا كبائر الذنوب. فلا يجوز إذن أن يزعم المرء أنه رأى رؤيا وهو في ذلك غير صادق. نعم، أنت قلت أثناء كلامك الدكتور عبد السلام أنه هناك أنواع للتعابير. نعم، التعبير الرؤى ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن من يعبر الرؤى هم على ثلاثة أمور: شخص يكون تعبيرها بوحي من الله عز وجل وإلهام منه سبحانه وتعالى، وهؤلاء كأنبياء الله عز وجل يوسف عليه السلام ومحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النوع الثاني قال من يعبر الرؤى معتمدا على الأمثال ومعتمدا على العلامات، وهذه لها أصل شرعي، فإن ملكين جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال نمثل له مثلا، ثم ذكروا رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تعبر بالأمثال، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم عبر بعض الأشياء بمثل كتمر طاب وغير ذلك. وهذه يقول أهل العلم أنها أضعف من التي قبلها، تكون بالأمثال. النوع الثالث هو الذي ذكره الشيخ تقي الدين وغيره، قالوا أن يكون تعبير الرؤى بوحي من الشيطان، مثل السحرة الذين كانوا مع فرعون، فإنهم كانوا يعبرون له الرؤى، وهذا التعبير وإن كان يعني قد يصيب أحيان فإنه يخطئ أحيان أخرى ويسبب فسادا بين الناس وضغينة ومخالفة لشرع الله عز وجل.
وقد ذكر الشيخ تقي الدين كما نقل الصفدي وغيره أن بعض العابرين للرؤى وإن كان صالحا في ظاهره إلا أنه ربما كان له رأي من الجن يساعده في ذلك، لأن تعبيره للرؤى لا يكون بسبب وحي ولا يكون بسبب مثلا من الأمثلة. وذكر الشيخ تقي الدين أن ممن له رأي من الجن الشيخ أبو العباس المقدسي المشهور بالشهاب العابر، وهو أحد العابرين الذين كانوا في عصر الشيخ تقي الدين وتتلمذ عليه ابن القيم، فقال إنه إن له رأيا من الجن. واستدل الشيخ عليه رحمة الله تعالى بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي: إن للملك بابن آدم لمة وللشيطان بابن آدم لمة، فلمة الشيطان قد تكون من باب إظهار بعض التعابير أو من بعض الكشوفات التي يزعمها بعض الناس. بل إن الشيخ تقي الدين ألف رسالة عظيمة جليلة أسماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، في بيان أن هذا الأمر وكيف التفريق بين ما كان من الرحمن وما كان من الشيطان، وذكر قصصا له ولغيره يحسن مراجعة هذه الرسالة العظيمة في هذا الباب. المقصود أن هذه الأنواع ثلاثة، ويعرف المسلم العابر الصادق بأمور: الأمر الأول أن يكون العابر للرؤيا أي المعبر لها يكون متقيا لله عز وجل، كما قال مالك رضي الله عنه ورحمه: لا يعبرها يلعب بالنبوة، لا يعبرها إلا عالم. الأمر الثاني أنه يعرف العابر الصادق أو المعبر الصادق بخوفه من الله عز وجل وعدم إقدامه على التعبير كثيرا، فإن محمد بن سيرين وهو أشهر من كان يعبر ويعبر الرؤى ذكروا أنه كان يحرز له 40 رؤيا لا يعبرها ثم يعبر واحدة بعدها، وقال بعض أصحابه: حرزت له 60 رؤيا لا يعبرها ثم يعبر أو يعبر رؤيا بعدها. وهذا يدل على أن من أجاب في كل من سئل فقد أخطأ على نفسه وقد أبعد النجعة. فإذا كان في العلم الشرعي وهو مبني على علوم يحفظها المرء وفهوم يفهمها، فمن باب أولى الظن والحدس الذي يكون بهذه الرؤى. أيضا من علامات الصواب من المعبر التي ذكرها أهل العلم أن لا يجزم بتعبيرها، لأن نرى بعض العابرين والمعبرين يجزم جزما يقينيا أن تفسير هذه الرؤيا هو كذا وكذا، ولا شك أن هذا غير صحيح. قد ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيا، وأبو بكر في مكانته وعلو قدره من هو، حتى إن يوجد في بعض الأثبات الحديثية أسانيد ربما ركبت لعلم الرؤى يوصلونها لأبي بكر الصديق وهي مركبة وغير صحيحة. أقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على مكانته وعلو قدره وجلالة شأنه لما عبر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخطأت وأصبت، ثم نرى أقواما بعد ذلك بقرون يزعمون بل ويحلفون على بعضها وكأنه وحي من الله عز وجل. كان محمد بن شهاب كان محمد بن سيرين عليه رحمة الله تعالى إذا أول الرؤى قال: أظن في ذلك ظنا، وكان يكثر من هذه الكلام ويقول: أظن ظنا. فالجزم مظنة للخطأ، بل هو دليل على بعد هذا الشخص عن هدي السلف الصالح وطريقتهم في تعبير الرؤى. يقول أهل العلم رضي رحمهم الله تعالى أن من علامات مخطئ التعبير أن يخبر المعبر عن دقائق الأمور وخصوصا ما كان منها في الماضي. نعم، قد يأتي في عبر أو تعبير بعض الرؤى شيء يتعلق بالماضي كما ذكر ذلك ابن أبي جمرة وغيره في شرح مختصر البخاري، لكن أن يجزم بأمور فيقول للرائي: اسمك فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية ومن المدينة الفلانية ومن كذا وكذا، فلا شك أن هذا لا يمكن أن يتحقق، وهذا يدل على أن هذا الأمر فيه نظر، ويحتاج هذا المعبر إلى أن يراجع نفسه وأن يتقي الله عز وجل فيما قال، فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أيضا مما ذكر أهل العلم أن من آداب المعبر يلزمه أيضا أن يسكت عما فيه ضرر إن كان فيه ضرر، فإن ابن سيرين رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه كان يقول اتق الله، اتق الله في اليقظة فلا يضرك ما كان في المنام، فالإنسان إنما يذكر ما كان حسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن كان حسنا أخبر به وإن كان سيئا سكت، فإذا أمر الشخص أن يسكت فمن باب أولى أن يكون المعبر ساكتا. وللأسف أننا ما يتعلق بالجزم نرى كثيرا من الناس يبني كثيرا من أموره في حياته على رؤى، وقد جاء النص في الشرع على أنه لا يجوز أن نبني شيئا من أمورنا على رؤى. فذكر ابن القاضي عياض رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على حرمة القطع بأمر بسبب المنام، حرمة القطع بأمر بسبب المنام. فنرى مثلا امرأة تمتنع من الزواج لأنها رأت في المنام أنها ستأخذ أو تتزوج زيدا أو عمرا من الناس، ونرى مثلا شخصا آخر يمتنع من وظيفة معينة لأن معبر الرؤى قال إنك ستكون في المكان الفلاني أو كذا، وكل هذا خطير جدا لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ذكر ابن الزملكاني كما نقل عنه ابن السبكي في طبقات الشافعية أمرا يخطئ فيه كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس إذا استخار الله عز وجل كما طبعا في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، بعض الناس إذا استخار الله عز وجل ظن أن أثر الاستخارة أن يرى في منامه رؤيا تدله على صدق أو على ما يريد أن يذهب إليه. قال أهل العلم هذا غير صحيح، بل غير معتبر هذه الرؤية، وإنما أثر الاستخارة هو راحة إنما أثر الاستخارة هو ما كتبه الله عز وجل، لأن داعي الله عز وجل في الاستخارة ماذا يقول؟ يقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ولم يقل هذا المستخير اللهم أرني في منامي صوابا أو خطأ يتعلق بذلك. يعني أود أنبه الإخوة المستمعين لأن يبدو أن تلقينا الآن العديد من الاتصالات تطلب بتفسير أو تعبير الرؤى، ظن منهم أننا في البرنامج سنعبر أو أن ضيفنا هو من المعبرين. ونحن في هذه الحلقة إنما نؤصل لمسألة الرؤى والأحلام فقط، وضيفنا ليس معبرا للرؤى كما ظن البعض، ولذا بدأوا يتصلون يسألون عن هذه الرؤى. بإمكاننا نستقبل أسئلة حول هذا الموضوع وليس تعبيرا للرؤى. شيخ عبد السلام، يلحظ الآن أن القنوات الفضائية وجدت في الرؤى والأحلام سوقا لها، وأصبحت تستضيف العديد من المعبرين، بل لا أبالغ إذا قلت أن اليوم التعبير والمعبرين أو أصبحت مهنة من لا مهنة له، كل من أراد جلس على كرسي في إحدى القنوات ثم أصبح معبرا، أو فتح له خطا يبدأ ب700 فأصبح معبرا، أو ألف كتابا يستقبل من خلاله رؤى الناس أو موقعا إلكترونيا. هذا يقودني إلى مسألة مهمة جدا الآن في هذه، ورأيتها بنفسي وسمعها الناس. أحيانا يخرج أحدهم شيخ عبد السلام فيعبر رؤية، فتجد أن معبرا آخر يقول أن هذا الرأي أو هذا المعبر أخطأ فالرؤية كذا. طيب ما المقياس في مسألة أن تكون هذه الرؤية صحيحة عند هذا أو عند هذا؟ وهل هالمسألة هي فطرية أو مكتسبة؟ يعني هل المسألة التعبير الآن الموجود هل هو إلهام من الله عز وجل للناس، أو هو بالتعلم كما سمعنا أن البعض الآن يقول لدي مجموعة من الطلاب أبدأ وأعلمهم تعبير الرؤى؟ نعم، ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى مسألة مهمة أذكرها قبل أن نتكلم عن من يخرج في وسائل الإعلام وغيرها بتعبير الرؤى. ذكر أهل العلم اتفاق المعبرين، من ذكر ذلك ابن قتيبة وغيرهم كثير جدا من أهل العلم، ابن قتيبة متقدم في القرن الرابع الهجري تلمذ على إسحاق بن إبراهيم بن راهوية رحم الله الجميع، ذكر أن التعبير يختلف باختلاف الأديان والأزمان والصنائع والأماكن وعادات الناس وأحوالهم، بل حتى يختلف باختلاف لهجاتهم. وقد جاء في حديث أبي هريرة
قال أحب القيد ولا أحب الغل. وقد يكون القيد والغل متقاربان فينبني على لهجة ولفظة الرائي الذي رأى الحلم أو رأى الرؤية فيترتب عليها أثر في تفسيرها. أن يأتي المفسر فيقوم في مقام أمام الناس ويقول إن هذه الرؤية معناها كذا وكذا وكذا وكذا، هذه في الحقيقة لم ينظر لعادات الناس ولا لأماكنهم ولا لمعاني ألفاظهم، وهذا خلاف الطريقة التي ذكر أهل العلم المتقدمين أنها تكون مؤثرة في معرفة تفسير الرؤى. مما يتعلق أيضا بهذا الشيء أن أهل العلم ذكروا قبل أن أتكلم عن قضية هل التعبير يكون إلهاما أم ليس إلهاما، أن الرؤى تكون إشارات وأمثالا، بمعنى أن الله أن الرؤيا تكون طبعا التي لها أثر بخلاف الحلم الذي يكون من الشيطان تكون مثالا، فكأن يرى الشخص الثوب كالدين، فالثوب مثال للدين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى التي رآها عليه أفضل الصلاة والسلام، وكنزع البئر عليه أفضل الصلاة والسلام عندما عبرها بأنها شدة في الدين وأخذ فيه. هذه الأمثال في الحقيقة لا تعطيك دقائق الأمور، لذلك يقول أهل العلم أنه لا بد أن يجتمع مع معرفة المثال حسن فراسة وذكاء. وضربوا لذلك مثلا فقالوا البحر مثلا يدل على سعة علم إن كان الرائي طالب علم، ويدل على تجارة إن كان تاجرا، ويدل على هم إن كان الرجل أعزب، ونحو ذلك من الأمور. فكذا ذكر كيف يعرف معبر الرؤى هذه الأمور إذا كان سائله من مجرد 700 أو بالإنترنت أو عن طريق اتصال هاتفي ونحو ذلك. هذا إن كان هذا الكلام يعني إن كان المعبر صادقا ومتقيا الله عز وجل في رؤيا. طيب لو سمحت لي بس نأخذ اتصال الشيخ عبد السلام. معنا محمد رشيدي من الرياض، السلام عليكم. بالسلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حياك الله، يسمعك الدكتور عبد السلام محمد الشويعي. الله يبارك فيك شيخنا، الله يبارك فيك. ذكرت في بداية الحلقة بالنسبة لقول ابن تيمية في قرب العبد من الرحمن وقربه من الشيطان له تدخل في الرؤية اللي يراها. نعم، لكن الشيخ الآن في نفسه الآن لما يرى العبد الرؤية تكون زي ما ذكرت بداية من كلام ابن تيمية، الآن في بعد الاستخارة لما يستخير العبد هذه تكون قربة له من قربة للعبد إلى الله، فلما يرى رؤية ربما أنها تكون سبب أنه تكون تعبيرها هو تعبير اللي يكون صحيح ولا يكون فيه أضغاث أحلام. كيف يا شيخ أنه نقارن أول إذا أتانا شخص مثلا يشتكي هم معين وذكرنا له أنه يتقرب إلى الله بقراءة القرآن بكثرة قراءة القرآن وكثرة الاستخارة بحيث أن الله يريه رؤية معينة، هل هذا القول اللي يقول للشخص المعين أو صاحب الهم يعني فيه من الصواب أم أنه يبعد عن هذا الكلام ونبتعد عن هذا الكلام بشكل عام؟ شو في سؤال آخر محمد؟ الله يبارك فيك، شكرا لك يا أخي. شكرا للمتصل محمد، المعذرة قاطعتك، نعود إلى موضوعنا. نقول الموضوع الذي قبل هو قضية هل التعبير يكون إلهاما. نعم هو إلهام كما ذكر الله عز وجل في يوسف عليه السلام أن الله عز وجل علمه تأويل الأحاديث، وقد ذكر كل المفسرين أن تأويل الأحاديث هنا هو تعبير الأحلام، وهذه نعمة امتن الله عز وجل عليه بها بل أعطاه إياها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاءه الوحي جاءه برؤيا يراها فتكون كفلق الفجر أو كفلق الصبح كما في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالتعبير يكون بإلهام من الله عز وجل لأنبيائه، أما لغير أنبيائه فبعض أهل العلم يقول لا يمكن أن يكون إلهاما مطلقا، بل لا بد أن يكون جميعا بسبب الإشارات والأمثلة. وبعضهم يقول قد يكون أحيانا لا دائما، قد يكون أحيانا بتوفيق من الله عز وجل ويكون إلهاما له، كما أن الله عز وجل يوفق بعض الفقهاء ويسددهم لكي يكونوا موفقين في فتاويهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال
لو كان في أمتي محدثين لو كان في أمتي محدثون لكان عمر رضي الله عنه. فالله عز وجل قد يوفق بعض عباده صح. بأن ينطق بنور وتوفيق منه جل وعلا، لا أنه يوحى إليه ولا أنه يلهم دائما، فإن أصاب فمن الله عز وجل وإن أخطأ فمن نفسه ومن الشيطان. أيضا معي متصل من الرياض عبد الله المطيري، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الله. الله يسلمك عزيزي. تفضل الدكتور عبد السلام اسمع. أبغى أسأل الدكتور بالنسبه للأصول اللي يرجع لها المعبر في تأويل الرؤيا. نعم. هذا الشيء. الشيء الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على جناحي، فيما معنى الحديث على جناحي طائر ما لم تعبر. نعم. يعني هل من الأفضل أن الإنسان لا يلجأ التعبير الرؤيا رؤيا رآها معينة؟ هل من الأفضل والأحوط بحق الإنسان أو بحق شخص ما أن لا يلجأ للمعبر لكي يعبرها؟ طيب. يعني استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل إذا عبرها يعني تقع؟ أبشر، واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا عبد الله، شكرا لك. دكتور، موضوع الإلهام والمكتسب اللي سألتك عنه الآن، اللي موجود الآن في الساحة، أنا البعض يقول أعلم الناس الرؤية، فهل تعلم؟ وهذا متداول الآن في المواقع وفي كلام كثير من المعبرين المشهورين والذين أبرزوا عبر الفضائيات، يقول أنا يعني عندي طلاب الآن أدربهم أن يعبروا الرؤى، فمعنى ذلك أنها تحولت إلى أشبه في مدرسة وأكاديمية يخرج منها معبر. طبعا المعبر كما ذكر أهل العلم أنه لا بد أن تكون فيه أوصاف ذاتية له، كتقوى الله عز وجل والصدق وعدم محبة الظهور والبروز. فإن من أهم الأمور، ولعلي أرجع موضوعنا، قضية محبة البروز والظهور، مما يبتلي الله عز وجل به المرء محبة الشرف والظهور. قد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا هما أفسد فيه من محبة المرء للمال والشرف. وقد ذكر العلامة النووي عليه رحمة الله تعالى في كتابه بستان العارفين أن الفقيه على ما أنعم الله عز وجل عليه من معرفة أحكام الشرع وتعليمها، إلا أنه يفقد كثيرا من الأجر بسبب محبته للظهور والبروز وسؤال الناس له واستجابتهم لفتواه وتعليمه، بخلاف من كان بعيدا عن الناس منقطعا عنهم، فإنه يكون أقرب إلى الله عز وجل وأدعى إلى الإخلاص له جل وعلا. أهل الصالحون من السلف رضوان الله عليهم ممن كان يعبر الرؤى كان لا يتصدر لها ولا يجلس ولا يكون له مجلس متخصص لتعبيرها. تقدم أن من أشهر من كان يفسر الرؤى محمد بن سيرين عليه رحمة الله، وكان يمر عليه 40 و100 فلا يجيب، ويقول اتق الله، اتق الله في اليقظة ولا تبالي بما رأيت في المنام. ولو نظرنا لحاله وعبرناه وقسناه على حال كثير من أهل زماننا لرأينا من ذلك عجبا. بل إن من كان يتوسع في تفسير الرؤى من المتقدمين أنكر عليه أهل العلم، وذكرت مثالا كالشهاب العابر، فإن أهل العلم أنكروا عليه وقالوا إنما يأتي به من غرائب فيه شيء كثير. المقصود أن التعليم للرؤى ذكر أهل العلم أن ما كان منهم باب الإشارة من باب الأمثلة ليس من باب القاموس. القاموس أن كذا معناه كذا وكذا معناه كذا، هذا غير صحيح، وإنما يكون من باب الأمثلة. من باب الأمثلة أن الإنسان ممكن أن يتعلمه لكن تعليمه صعب. فقد ذكر ابن قتيبة في كتابه تعبير الرؤى أن من أصعب العلوم معرفة تعبير الرؤى، لأنها يحتاج إلى معرفة الكتاب والسنة وأشعار العرب وعادات الناس وأعرافهم، ويتعلق بمعرفة لغاتهم حتى. فأما أن نقول سأجعل لي مدرسة أو أكاديمية لأعلم الناس، فلا أظن أن ذلك دقيقا، بل ربما كان يعني يؤثر على الناس شيئا كثيرا. و يعني هذا طبعا نعم قد يتعلم بعضه. ذكروا طبعا ذكر بن سعد في الطبقات أن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله تعالى، وكان من أكثر الناس تفسيرا للرؤى في زمانه وأصدقهم لذلك، تعلم الرؤيا أو تفسير الرؤى عن أسماء بنت أبي بكر، وأسماء رضي الله عنها تعلمته من أبيها. هذا قوله تعلم أي يعني عرف أدب التعبير وعرف الطريقة في تعبيره، لا أنه تعلم
أن هذه تعني كذا وهذه تعني كذا، فإن هذه إنما تكتسب معرفة الكتاب والسنة وأشعار العربي وألفاظ الناس وعاداتهم وأعرافهم. نعم. أيضا قبل المداخلة أنا سأخذ مداخلة الآن، لكن كان لدي أسئلة سنجيب عليها سريعا بعد المداخلة دكتور عبد السلام، وهي مسألة ما يفعله بعض الرقاة بسؤال الشخصي أثناء الاتصال به أو سؤالي عن الرؤية، يسأله أحيانا عن صفاته وعن عمره وربما عن شكله وغير ذلك. أحيانا يرفض بعض الرقاة بعض المعبرين، يقول يعني لا أعبر إلا لصاحب الرؤية شخصيا بصوته وباتصاله وغير ذلك، لكن سنجيب على ذلك بعد أخذ هذه المداخلة من عبد العزيز الزهراني. السلام عليكم الأخ عبد العزيز. الله يحييك شيخ، وحي الله الشيخ دكتور. والحقيقة كان هذا هو أول أسئلتي، فالحمد لله سألته الآن. تفضل. لأنه ذلك الذي أتى إلى يوسف عليه السلام فتكلم عن الملك. نعم. لكن أنا عندي ثلاثة أسئلة أخيرة. طيب. سريعة إن شاء الله. السؤال طيب. الأول يا أستاذ، هل من الضروري أو هل يلزم من الرؤية أن تتكرر أكثر من مرة حتى تلح على صاحبها فتجبره على ضرورة الاستفتاء أو ضرورة الاستفسار محاولة لتعبيرها، أم جميل. أنه يمكن أن يرى الإنسان الرؤية فتثير فضوله ليسأل عنها؟ هذا السؤال. جميل. السؤال الثاني يا سيد الكريم، هل يستدل بالرؤية على الأحداث المستقبلية؟ سمعنا كثيرا أشخاصا يقولون مثلا تعبير هذه الرؤية أنه مثلا سيحدث كذا في الدول أو سينتصر كذا أو إلى آخره. صحيح. واستدلوا على ذلك، المشكلة أنها لم تحدث يعني، لكن استدلوا على أن يوسف عليه السلام يعني تزرعون 7 سنين دابا إلى آخر تعبير الرؤية وكلها مستقبلية. السؤال الثالث والأخير، أتساءل عن ترويع المؤمن، يعني أحيانا يكون تعبير الرؤية مثلا أمرا لا يعني لا يسعد الإنسان في ظاهره، والناس يعني يستدلون على ذلك بأن نبي الله يوسف يعني عبر لأحدهم أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه الله. والآخر يقال عن ابن سيرين أنه عبر لأحدهم أنه سيسرق وتقطع يده، فيعني كيف يمكن التوفيق بين هذه الأمور؟ فكيف يمكن التوفيق بين عدم ترويع المؤمن من جهة، وبين تنبيهه على ضرورة ترك المعاصي، وبين الإخبار بحقيقة تعبير الرؤية كما يراه هذا المعبر؟ وشكر الله لكم. شكرا سيد العزيز، شكرا لك. كان عبد الله المطيري سأل سؤالا، وقبله كانت الأخت صفية من الرياض أرسلت فاكسا نفس السؤال تقريبا، وهي تقول شيخ عبد السلام تقول أنه قول، وهي ربما تعلم ذلك حديثا، أن الرؤية تكون على جناح طائر إن عبرت وقعت، كما ذكرت هذا النصية أو فيما معناه كما تقول، ولا أعلم تقول هي هل هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. فتقول بعد ذلك سؤال، تقول هل معنى ذلك أن الرؤية إذا فسرت وقعت ولو بعد سنين طويلة، وإن لم تفسر لم تقع؟ طبعا سنجيب على ذلك من أعود تساؤلي. هذا الحديث هو عند أبي داود في السنن والترمذي وحسنه، أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت. هذا الحديث قد يفهم منه أن معناه أن الرؤيا إذا فسرت فإنها ستقع على ما فسرت عليه. نعم. وهذا الفهم ربما أشار البخاري إلى عدم صحته، وبوب على ذلك بباب قال الرؤيا هل تكون على أول تفسير لها، وذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رؤيا ثم أمر أبا بكر أن يعبرها فعبرها فقال أصبت وأخطأت. فلو كان أول تعبير تعبر به الرؤيا يكون هو الذي تقع به لما خطأ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وما كانت على خلاف تعبيره رضي الله عنه. إذن ما معنى هذا الحديث؟ من أقرب يعني ظنا من أقرب ما ذكر أهل العلم في معنى هذا الحديث أن الرؤيا إذا كانت حسنة فإن المرأة يستبشر بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا مبشرة تبشر المؤمن، وقال أحمد تسره ولا تغره. أما إن كانت الرؤيا ظاهرها السوء ثم تحدث بها المرء فإنها تبقى في نفسه ويبقى متنكدا متكدرا باعتبار ما أصابه من الهم والحزن والضيق والشدة. أما لو تركها ولم يعبرها ولم يذكرها لأحد فإنها لا تضره لا هما، أما ما يتعلق بالقضاء والقدر فإنهما نافذان مكتوبان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة.
بخمسين ألف سنة. إذن ضررها ووقوعها إنما هو ما يقع في النفس من التكدر والهم والحزن باعتبار هذه الرؤية فقط. وهذا حمل جيد لبعض أهل العلم من تقدم أشار لهذا المعنى وهو الذي تدل عليه باقي النصوص. سألتك دكتور حول مسألة ما يفعله الأشخاص الآن، يعني أنا بلغني عن بعض المعبرين من خلال ما اطلعت على هذا الموضوع قبل الحلقة أن بعض منهم إذا اتصل به شخص يريد أن يعبر سأله قال له مثلا اسمك وشكلك وغير ذلك هل أنت تعمل، ربما كأنه يأخذ معلومات ولا يعطي الرؤية مباشرة. والبعض منهم يشترط إذا كلمه أحد وقال له رأيت هذه الرؤية قال هل أنت أو فلان، فإن قال فلان قال يعني يكلمني شخصيا، فيرفض أن يعبر لمن لم يرى الرؤية حتى يسأله أسئلة معينة. أضف إلى ذلك ونكون صرحاء في طرحنا، يعني ألا يمكن حينما يعبر معبر رؤية مثلا وتشتهر بين الناس ألا يمكن مثلا أن يوصف بأنه كاذب في ذلك؟ يعني قبل سنوات وأظنها لا زالت إلى الآن انتشر بين الناس في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان أن يخرج معبر فيقول ليلة القدر في اليوم الفلاني أو الليلة الفلانية، وهذا انتشر عدة سنوات الآن بهذه الطريقة التي يعني خبأها الله هذه الليلة عن الصحابة رضي الله عنهم، وأتى هذا المعبر بعد سنين عددة ليخبر الناس أنها الليلة المعينة. هو كما ذكر الأستاذ عبد العزيز الزهراني أيضا أن بعضهم الأحداث المستقبلية كمن قال ستفتح القدس بعد سنتين أو قال سيقع زلزال في كذا، فهل إذا قال الناس لهذا المعبر إنك كاذب هكذا هل يجوز لهم ذلك؟ أنا سألتك أسئلة كثيرة مرة واحدة. نعم حقيقة أتيت بأمر للأسف كثر بين الناس، ولعل سبب كثرته بعدهم عن الله عز وجل وبعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه في أعمالهم. ذكرت قبل قليل أن عياضا رحمه الله تعالى قال لا يقطع بأمر بسبب رؤيا في منام، ولا يبطل بمثله سنة ولا تثبت به سنة، ولا يبطل بمثله سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت بإجماع أهل العلم. لا يجوز للمرء في نفسه أو للمعبر لغيره أن يثبت أمرا فيه حكم شرعيا للناس بسبب رؤيا، وهذا خطير جدا. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى أن رجلا دخل في مسجد في الكوفة لما كان عبد الله بن مسعود في الكوفة فقال إني رأيت في المنام أنه من صلى الليلة في المسجد دخل الجنة، ربما كان في العشر الأواخر أو في غيرها. فغضب عبد الله بن مسعود أشد الغضب وقال اخرجوا ولا تفتروا من الخروج فإنما هي نفخة من الشيطان. إذن الاعتقاد بأن الليلة الفلانية لها فضل أو أن اليوم الفلاني له فضل أو أن العمل الفلاني له فضل أو أن الطريقة الفلانية لها فضل بسبب رؤية، هذا خطر عظيم جدا، وهذا زيغ وبعد عن طريق الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما حدثت كثير من الفتن في تاريخ الأمة الإسلامية بدءا من عصر ما بعد الصحابة إلى وقتنا هذا إلا بسبب الرؤى، كثيرا منها بسبب الرؤى، رأينا كذا وكذا إذا فلان كذا. ومن عجيب ما ذكر في ذلك أن رجلا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يا أحمد أبشر فقد رأيت فيك أنك من أهل الجنة، ورأت والدتي أنك من أهل الجنة، ورأت فلانة وفلان وفلان من الصالحين أنك من أهل الجنة. ماذا كان جواب الإمام أحمد؟ قال له الإمام أحمد عليك نفسك، إن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، هذا سهل بن سلامة كانوا يخبرونه بدخوله الجنة وبمثل هذا فخرج إلى سفك الدماء وقتل الناس. إذن الاعتقاد في هذه الرؤى بفضل شخص أو زمان أو مكان هذا خطير. كثير من أهل البدع كتبهم موجودة في آخرها يعقدون بابا باب ما جاء في الرؤى في فضل فلان أو في فضل الطريقة الفلانية أو في فضل العمل الفلاني، هذا غير صحيح، ويجب أن لا يستدل بذلك، بل نستدل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولئن لم يبين أهل العلم خطورة ذلك فإن الناس سيزدادون في ذلك شرا وسيزدادون في ذلك بدعة. نسمع بعض الناس يقول رأيت في المنام من قال لي يجب أن تذبح كذا أو تتصدق بكذا، نقول لا. ويأتي بعض المعبرين يقول افعل ما رأيت، لا، ما يجوز ذلك مطلقا. تريد أن تفعل لله عز وجل لا لأنك رأيت رؤيا فحسن. إذن المعبر يخطئ
ويكذب أيضا، إما إن كان عمدا فهو كذب، وإن كان من غير عمد فإن قريشا تسمي المخطئ ولو لم يكن متعمدا كاذبا. فعلى تعبير كذب فهو في الحالين كاذبا، فهو في الحالين كاذب، فيخطئ ولا شك. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أخطأت، فما ظنك برجل في القرن الخامس عشر أو قبله أو بعده كيف لا يخطئ؟ ولكن الشيطان يأتي لبعضنا، وخاصة من يعبر الرؤى، لأن تعبير الرؤى خطير، فيه إخبار عن بعض المغيبات، فقد يصدق تعبيره مرة ومرتين وعشرا وأكثر، فيقع في نفسه من الإعجاب ومن الظن بها أنه عرف شيئا مما اختص الله عز وجل به لنفسه، فيكون ذلك مبعدا له عن الطريق الصحيح والمسلك السوي. سألتكم حول قضية سؤال الشخص عن صفاته. نعم، سؤال الشخص عن صفاته، هذا السؤال على نوعين. النوع الأول سؤال تقتضيه الرؤية، مثل معرفة جنس الرائي، أهو ذكر أم أنثى، أهو تاجر أم غير تاجر، أهو صالح أم ليس بصالح، كما هي الرؤية المشهورة عن محمد بن سيرين أن رجلين أتياه رأيا أنهما أذنا، فأحدهما كان صالحا فقال إنك تحج، والآخر كان بطالا فقال إنه تقطع يدك ثم تكون معروفا بالسرقة. هذه لا أثر، لكن بعض المعبرين، وهذا ربما سمعتموه شيخ، أنه يسأل عن أمور لا دخل لها فيه، يسأل المرأة ما شكلك، نعم، ما صفتك كذا، وأمور يعني لا يجوز الحديث بها، حتى المرأة يجوز لها، يحرم عليها أن تصف نفسها لهذا المعبر في هذا الأمر. وفي هناك أمور أخرى مما هو خاصة الشخص مع أهله، لا يجوز أن يتكلم، حتى الرجل لا يجوز أن يتكلم فيما يعني جعل الله عز وجل له من خصائصه مع زوجه، ولا يترك سترا ستره الله عز وجل عليه. وهل لا بد أن يكلمه الشخص نفسه؟ ذكروا بعض المعبرين ممن تقدم من أهل العلم أن للفظ المتكلم أثرا في التعبير. يعني مما يذكر من باب الطرفة، ذكر أبو العباس المقدسي صاحب البدر المنير، قال إن الحجازية والشامية إذا رأيا بطيخا يختلف تفسيره، فالبطيخ عند الشامي يسمى بطيخا فهو هم، والبطيخ عند الحجازي يسمى حبحبا فهو حب، كذا ذكر، والعلم عند الله عز وجل، لكن كذا يذكرون، هم يذكرون، ولا أظن يعني أن لذلك يعني أثرا كبيرا. البعض يستدل بالرؤى في الإصابة بالعين، فمثلا بعض الذين يرقون الناس اليوم هم رقاة ومعبرون، فجمعوا بين الرقية وبين التعبير، فالبعض منهم الآن يقول للشخص مثلا استعمل مثلا أو يقرأ عليه الرقية الشرعية، ربما يستعمل معه ماء قرئ فيه أو زيتا أو غير ذلك، ثم يقول سترى رؤية، ومن خلال هذه الرؤية تعبر بأن فلان أصابك أو أعانك أو غير ذلك، فهذا صحيح؟ هذا خطير جدا يا شيخ. السبب في ذلك أن في ذلك أولا تعلق بغير الله عز وجل، تعلق بالرؤى واعتقاد فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول للصحابة اذهبوا فناموا لكي تروا، هذا فيه بعد عن الله عز وجل وتعلق بالرؤى. وكيف قد أثبت ونص النبي صلى الله عليه وسلم على أن بعض الرؤى من الشيطان، وبعضها من طبع الآدمي بسبب كثرة أكل أو بسبب حديثه وكثرة نظره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن فيها سوء مظن، أن فيها سوء مظنة بأخيه المسلم. بعض الناس يكون مع أخيه حاله مستقيمة وطيبة ومن أحسن الحال، فإذا بذلك الراقي الذي أصبح معبرا يقول إن رأيت في منامك شخصا فإنه سيكون هذا الشخص سبب إصابتك بالعين، فتراه يقطع رحمه ويسيء عشرة قريبه وأخيه وجاره بسبب هذا، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء. وأنا هنا أتذكر كلمة رائعة ذكرها ابن عبد الحكم في كتاب الجامع عن الإمام مالك، فإنه قيل للإمام مالك وهو إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تعالى إن فلانا يرقي الناس، فيقول إن فلانا فيه عين وفلانا فيه سحر وفلان فيه مس، فغضب الإمام مالك أشد الغضب وقال ما هذا، بدعة بدعة بدعة. من أين عرف ذلك؟ يقول أبو بكر أبهري في شرح هذا الكلام، يقول لأن معرفة هذه الأمور لا بد أن تكون بوحي، ولا يوجد في الكتاب والسنة شيء من ذلك،
والمشكلة أن من يتكلم من الرقاة أو من المعبرين إنما يتكلم بلسان العالم الفاهم الفقيه المطلع على هذه الأمور، فيظن غالب الناس أن كلامه إنما هو نص من الشرع أو فهم المتقدمين، وهذا خطير خطير جدا. إذا كان المرء إذا تكلم في شرع الله عز وجل فإنه منهي عنه أشد النهي، فماذا ذلك بشيء لم يسبق إليه وأن يجعل فلانا هو المصيب بالعين أو غير ذلك من الأمور. المسلم إذا تحقق، وكثير من الناس قد لا يكون متحققا أنه مصاب بعين وإنما هو أمراض عضوية أو نفسية أو أوهام، إذا تحقق أنه مصاب فيقرأ بالقراءة وحدها يشفى بأمر الله عز وجل، بالأدعية دعاء الله عز وجل يشفى، بالطرق الشرعية المعروفة المحددة. وأما هذه الأمور فلا شك أنها من الابتعاد والابتداع في دين الله عز وجل ما لم يشرع. وقد كان الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله ينكر ذلك أشد الإنكار، وفتواه موجودة ومطبوعة ومتداولة بحمد الله عز وجل، ولكن الواجب على المسلم أن يتعلم قبل أن يقع في أمر يغضب الله عز وجل. أخذ مداخلة كريمة من أستاذ نايف الرضيمان من حائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي نايف. حياك الله شيخ محمد. الله أهلاً أهلاً بك. حياك الله شيخ سعد. عبد السلام. الشيخ عبد السلام. عبد السلام الله يبارك فيكم ويسعد فيكم. شيخ أنا أقول يعني تعبير الرؤى في هذا الوقت خصوصا، يعني كثرة المعبرين في هذا الوقت، لو كان هناك شيخ ضابط يضبط يعني تكون جهات مسؤولة عن هؤلاء المعبرين، لأنه لا تقل أهميتهم عن المحاضرين أو الدعاة أو غيرهم، فأنا ترى يا شيخ أن يجعل لهم مرجع في هذا، يعني يؤذن لهم أو لا يؤذن لهم. نعم جميل. في سؤال آخر نايف؟ سلام. شكرا لك يا نايف. شكرا لك. أخت محبة الرحمن سألت أيضا مسألة تداولها الناس اليوم في مسألة الرؤى السلام، وهي أن البعض يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، والبعض منهم يقول أنه بعد هذه الرؤيا كتب الله له يعني صلاحا واستقامة وغير ذلك. فدعنا نتساءل، يعني هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رآني في المنام فإنما قد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قالوا قوله من رآني أي رآني على صفتي المعتادة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له أوصاف أنه كان ربعة من القوم، لم يكن بالطويل ولا بالقصير، وكان ذا لحية متوسطة لوجهه عليه الصلاة والسلام، وله هيئة معروفة، كان أزهر، وكان إلى غير ذلك من الصفات الثابتة من حديث الحسن بن علي ومن حديث غيره رضي الله عن الجميع. المقصود أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة فإنه يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل به. مما يستفاد من هذا الحديث أن الشيطان قد يتمثل بغيره، ما يدلنا على أن بعض الرؤى إنما هي بتمثل من الشيطان. وقول بعض المؤولين أو المعبرين أن كل رؤيا يمكن تفسيرها هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، ومن هذا الحديث لأن مفهومه أن الشيطان قد يتمثل بغيره صلى الله عليه وآله وسلم. مما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم أمران يجب أن نعلمهما، وهما من عقيدة أهل السنة والجماعة. الأمر الأول أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مبشرة فقط. لما؟ لأن المؤمن إذا أحب شخصا ثم رآه فإنما يزداد فيه تعلقا، لذلك فإن المرء إذا أحب شخصا ثم جاء ذكره اشرأبت نفسه وفرحت، وأكثر من متابعة هذا الشخص نظرا في هديه ودله وسمته. إذن فأثر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم هو تثبيت القلب واستذكار الاستنان بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا جاءه أمر من تعب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذهب التعب الذي فيه، يقول: لأني أذكر أكثر الناس حبا لي وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنسى ما بي من تعب. إذا الأمر الأول أنه لا يثبت بها حكم شرعي، إذا رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا أو لا تفعل كذا أو نحو ذلك من الأمور، فهذا يدلنا على أن الذي رآه ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء من ذلك. الأمر الثاني أن من عقيدة أهل السنة والجماعة
أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على صلاح مطلق، وعدم رؤيته لا تدل على فساد مطلق. فقد يكون المرء صالحا لله عز وجل غاية الصلاح ولا يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون رجل آخر دونه بكثير، بل قد يكون فاعلا لبعض المعاصي التي تغضب الله عز وجل وينقتها سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثا، وهذه الرؤية لا تدل على الصلاح. اعتقاد بعض الناس أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح الناس يظنون به الخير، هذا أصبحت تغره ولا تسره، لم تسره وإنما غرته، فظن في نفسه عجبا وظن في نفسه تيها وظن أنه أصبح في منزلة عالية، وهذا خلاف الرؤية الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم التي تسر المؤمن ويستبشر بها فينشط في الطاعة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت منال سألت أيضا، انتشار كتب الآن التعبير الرؤى في المكتبات، يعني من ذلك انتشار أحيانا بعض المؤلفات التي ألف بعض المعبرين دكتور عبد السلام، رتبوها هجائيا، وضعوا مثلا بالحروف، فالقمر معناه من رأى القمر فيكون كذا، من رأى الشمس فيكون كذا، هل يمكن اعتماد عليها؟ نعم، النفس مجبولة بطبعها على محبة هذه الأمور والاطلاع عليها. وقبل أن أتكلم عن هل يعتمد عليها أم لا، أذكر أن وقفت على ورقة واحدة ألفها بعض علماء سمرقند في القرن السابع تقريبا أو السادس الهجري، فإن بعض ولاة سمرقند كان يخرج للسفر والترحال والصيد، فقال لبعض أدبائه وحكمائه أريد ورقة واحدة تجمع لي كل معاني الرؤى، إذا رأيت شيئا يجعل معناه كذا، فألف له ورقة فقال كلما رأيت بحرف الألف فمعناه كذا، وكل شيء تراه بحرف الباء فمعناه كذا، وهذه نشرت في بعض المجلات المحكمة في المشهورة العلمية. فإشكال عليها لو رأى الشخص خيلا سيكون خيرا، وإن رأى فرسا فمعناه يعني سماها بغير اسمها خيل أو فرس، اختلف المعنى واختلف التعبير، إذن هذا أمر غير صحيح. وقد ذكر أهل العلم أن العبرة في التأويل بالمثل لا بالألفاظ، أنك رأيت كذا معناه كذا وكذا معناه كذا، هذا لا يدل عليه، وإنما هو بالمثل كما في قصة الملكين الذين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتماد على هذه الكتب من حيث الطريقة غير صحيح، هذا أولا. ثانيا، أن كثيرا من هذه الكتب اعتمدت على كتاب مكذوب ومنحول على محمد بن سيرين، وهو كذب، يسمون التفسير الكبير. ليس له كتاب إذن؟ ليس له كتاب مطلقا، فإن محمد بن سيرين لم يؤلف مطلقا، بل إنه كانت تعد تفسيراته عدا كما ذكرت لكم في مروى بن سعد وغيره. فاعتماد على مكذوب يدل على أن النتيجة ستكون كذبا وباطلا. فهذه الكتب أنا أحذر منها، بل حذر منها أهل العلم قبلي كثير، كلهم تواتروا وتواطؤوا واجتمعوا على التحذير من هذه الكتب والابتعاد عنها غاية البعد. نعم، هنا أيضا تساءل يقول هل هناك فرق بين الأوقات في الرؤية؟ يعني هناك أوقات يكون فيها الرؤية صادقة وأوقات تكون فيها الرؤية لا تصدق، يعني في الليل الفجر غير ذلك. هو جاء في حديث عند أحمد المسند أن أصدق الرؤية في السحر، لكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، فهو غير صحيح. الرؤية في الليل والنهار كلها تكون يعني واحدة، لا فرق بينها في الغالب، ما لم تكن من حديث الشخص أو بسبب غلبة بعض الأشياء عليه، كما ذكرت عن بعض المعبرين كغلبة السوداء والصفراء بكثرة أكل ونحوه. نعم، أخذ المال في مسألة التعبير الآن جواز ذلك، لسيما وأصبح واضحا يعني من خلال البرامج التي تقدم في القنوات أو الخدمات المالية المدفوعة من خلال رقم 700 أو غير ذلك. نعم، قبل أن نتكلم عن قضية المال، هناك يعني مسألة تتعلق بها. أحد الأخوان ذكر قال إن هل لو جعلت جهة لتنظيم الرؤى وهل يحق هذا نايف الرضيمان، هل يحق منع أحد من ذلك؟ أقول نعم، إن أهل العلم ذكروا أن الرؤيا كالفتوى، ويترتب على ذلك مسألتان هذه والتي قبلها. فإن الفتوى يجوز منع من فيه ضرر على الناس، منع من فيه ضرر على الناس، وقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب الأحكام السلطانية وقبله القاضي الماوردي وغيره من أهل العلم، الخطيب البغدادي وغيره، أن لولي الأمر منع المفتي الذي يضر الناس بفتواه إما جهلا أو سوءا أو عدم حكمة ونحو ذلك. جميل. فكذلك يعني مفهوم كلامهم، أظن أن ابن القيم أشار لذلك، أظن أن المعبر يلزم منع من يضر الناس ويفسد عليهم.
فإذا كان أهل العلم في المالقي في الأحكام ذكر أن المفتي وهو إنما هو ذاكر لأحكام شرعية أنه ضامن إذا أخطأ، فأيضا معبر الرؤى إذا أخطأ وترتب على تفسيره خطأ وضرر على الناس فإنه يكون ضامنا، وهذه محلها كتب الفقه والمطولات. مسألة سلمكم الله أن أخذ المال، أخذ المال نعم أخذ المال، الفقهاء ذكروا أنه لا يصح ولا يجوز أخذ المال على العلم الشرعي أساسا من تعليم القرآن وغيره، وقالوا إن الرزق يجوز، ولهم تفصيل في ذلك. إذا كان مقصود التفسير الرؤى إنما هو نفع الناس وعدم الإضرار بهم، فالأولى بالمسلم عدم أخذ المال بها عليها وعدم استغلال حاجة الناس وضعفهم، فإن أخذ المال بهذه الهيئة بسبب أن الناس يعني لجهلهم فيه غرر بالناس، حتى وإن قلنا إنه يجوز كحكم شرعي وهذه محلها كتب الفقه، لكن أخذ الناس بهذه الهيئة لأنهم محتاجون ولأنهم قلة جهل قلة علم عندهم في هذه المسألة فيه إضرار بهم وتغرير، فلا أظن أن الورع والتقى يحلان لمسلم أخذ مال لأجل تعبير الرؤى. عبد العزيز الزهراني سأل بالنسبة لتكرار الرؤية، أحيانا الإنسان تتكرر عليه عدة مرات، فهل تكرارها يعني المبادرة بتعبيرها أم الإعراض عن ذلك؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما رؤية رؤى قال إني أرى رؤاكم قد تواطأت عن هذا الأمر، ولكنه لم يقر تواطؤهم تواطؤ الرؤى وحدها، ولكنه قال فالتمسوها، التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. فالتماسنا لها ليس بسبب تواطؤ رؤى الصحابة رضي الله عليهم، وإنما بسبب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك، وهذه تأتيه بوحي من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريتها، أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، ثم قال إنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. فالمقصود أن التواطؤ والإكثار ربما تكون دلالة على الصدق الرؤيا، فالإنسان إن كانت خيرا يخبر بها من يحب ولا يلزم أن يعبرها، وإنما يخبر بها من يحب، وإن كانت سوءا فلا يخبر أحدا بل يسكت ولا يخبر بها أحد، وإن تواط وإن كثرت وتكررت عليه فإن الشيطان قد يعني يكرر الرؤيا مرات على المرء. ذكر أيضا سعد العزيز الزهراني مسألة ترويع المؤمن، أحيانا يعني بعض الرؤى التي نسمع أحيانا ساهمت في إفساد علاقات زوجية، أحيانا ساهمت في يعني إنهاء عشرة زوجية أو إنهاء حتى بيوت كانت آمنة مطمئنة من خلال رؤية، كمن تتصل مثلا وهو يكثر في جانب النساء، كمن تتصل بمعبر فتقول له كذا فيقول لها ربما أن زوجك متزوج عليك مثلا، وربما تتصل امرأة فتسأل فيخيفها الراقي بأن سيحدث لكم كذا وربما حادث وغير ذلك، وتلاحظ حقيقة تصديق الناس لهذا المعبر بل الجزم أحيانا هذا سيكون بكم هذا الأمر، وبذلك روع الناس وأفسدت بيوت ومنازل، توجيها في ذلك. نعم، أولا تقدم أن تعبير الرؤى إنما هو بحسب الظن، إنما هو بحسب الظن، فإذا بنيت أحكام على ظن فهو جهل من المعبر وجهل من الرائي نفسه، إنما هي ظن ليست وحيا من الله عز وجل، وليست ظاهرة قاطعة، وليست شيئا من ذلك مطلقا، بل هي ظن وحدس، بدليل كما تفضلتم قبل قليل أن بعض المعبرين يخالف الآخر في تفسير هذه الرؤى ويقول فلان أخطأ وفلان أصاب، فكيف نجزم أن زيدا أخطأ وأن عمرا أصاب؟ إنما هو يعني ظن، والواجب على المعبر بالخصوص إذا كان الأمر فيه تخويف للناس فيما ظهر له يجب عليه أن يسكت، فإن سمت السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يخوفون الناس، فإذا كان السلف في مجرد الأخبار التي تتداول بين الناس لا يخبرون بالأخبار التي تخوف، فمن باب أولى الرؤى التي تخوف. جاء عند ابن أبي زمي في كتاب السنة أن شريحا قد أدرك عمر وكان قاضيا لعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع أنه كان إذا جاءت الفتن استخبر ولم يخبر، لم يستخبر لا يخبر أحدا بالكلام، قال خشية أن يخوف الناس. الله، فمن باب أولى أن يخوفون بالرؤى وهي ظن وليست يقين، بل هي ظن، احتمال أنها تفسر على كذا وكذا، أنه سيأتيك حادث، أنه سيموت ابنك، أنه سيكون وسيكون، وترى من ذلك ومن قصص الناس شيئا عجيبا، حتى إن بعض الناس ينتظر أثر هذه الرؤية، يقول ما أقصى
يعني ما تعبر فيه يكون 30 سنة أو 40 سنة، فينتظر 40 سنة حتى تتحقق هذه الرؤية ولم تتحقق. بل بعضهم ربما يعني يكون أمرها سهل فلا يقتنع بما وقع له من ضرر بسيط في ماله، فيقول لا ستكون الرؤية في شيء أشد وأشد. فأنت أيها المعبر اتق الله عز وجل، ويجب عليك أن لا تخوف الناس وتضرهم، وخاصة أنه ظن وحدس لا غير وليس حقيقا. نعم. وأكرر مرة أخرى أن ابن سيرين كان مرات كثيرة 40 أو 100 لا يجيب، قد يكون بسبب عدم الظهور وقد يكون بسبب أن فيها شرا وتخويفا للناس. طيب هذا المتصل معي من المدينة المنورة يوسف التويجري، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. حياك الله، تفضل أستاذ يوسف. ممكن مداخلة؟ تفضل تفضل، الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي النعمة ودافع النقمة، أحمده ما غرد طائر بنغمة وهل صبح بنسمة وتلألأت على ثغر بسمة، أحمده حمد الشاكرين وأثني عليه إلهي رب العالمين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الأبري لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشيرة ولا عشرا من العشر، والصلاة والسلام على من زين ببيانه الكلام وأذهل بفصاحته الأنام وطرق بوعظه الأيام، سلالة النجب وصفوة العرب، أجل من خطب، صاحب الحسب والنسب، محطم الأصنام والنصب، وعلى آله والأصحاب ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. أما بعد، يا إخوة الإسلام، يا أمة العقيدة، يا أهل الغيرة، هبوا لنا شيئا يمنع الكهان والمشعوذين من أن يخرجوا من بيوتهم في صورة معبرين، بينوا لنا علامة نميز بها بين المعبر حقا ومن تتلاعب به الشياطين، إن الأمة بحاجة إلى أن تحمى من تلاعب الشياطين، يحضر الناس إلى المجامع الكبيرة والمنتديات الكثيرة فيجدون هؤلاء في صورة معبرين، والناس لا تملك ما تميز به بين الصادق والكاذب والمعبر والكاهن، فأين أهل العلم والغيرة على دين الله وأمة الإسلام؟ وصلى الله على نبينا محمد، أخوكم في العقيدة والدين. شكرا للأستاذ يوسف التويجري. نعود إلى موضوعنا دكتورة، ترى اللي قاله يوسف دكتور يعني لا مصحين، قال يعني وصف بعضهم بالسحرة والكهان وغير ذلك، يعني في البال يعني ما أنا لا أعمم، لكن أقول ما يفعله بعض المعبين اليوم في الساحة خصوصا في بعض القنوات الفضائية تجاوز الحد التعبير الآن إلى أشبه بغيبيات، وكأنهم اخترقوا حجب السماء وأصبحوا يعرفون كل شيء، وهذا أثر على الناس خصوصا أنهم علموا أن لهم شريحة كبيرة من المشاهدين، لأن الناس تعودت أو بطبعها تحب الغيبيات التعرفة، وخصوصا شريحة النساء، وهذا ليس عيبا في النساء، ولكن المرأة بطبعها تحب أن تعرف مثل هذه الأمور. هل يمكن فعلا أن يجنح الأمر إلى أن يصل إلى حد السحرة والكهنة وغير ذلك؟ نعم، ممكن أن يكون دجلا وأن يكون سحرا وكهانة، وخاصة أنه ألبس لباس الدين وأصبح التعبير باب الدين، ولا يمكن أن ينكر على معبر، لكن قد ينكر على قارئ الفنجان وينكر على الساحر وينكر على العراف والخاط ونحوها. أهل العلم أو بعض أهل العلم لما رأى توسع الناس في هذا حاول أن يسد الباب، فقال إن الأصل في التعبير التوقيف، هذه قالها الشيخ أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله، قال إن الأصل في التعبير التوقيف، لا يجوز لك أن تجتهد أو أن تعبر شيئا من هذه الرؤى بغير ما ورد النص بتعبيره كالثوب، مما ذكرت بعض الأمثلة له. طبعا هذا الرأي تفرد به رحمه الله تعالى، وإلا فإن عامة أهل العلم على خلاف ذلك. الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل. كثيرا ممن يدعي التعبير يكون قد خالف الطريق إما بقصد أو من غير قصد، ولعل الغالب إن شاء الله أنه من غير قصد. عندما تتكلم عن شيء من المغيبات وتنطق بأمر من غير الحاضرات، تتكلم عن شيء ما وراء المحسوسات، ما يسمى بما وراء الطبيعة إن صح التعبير، فإنه هذا أمر قد اختص الله بعلمه، فيكون المرء قد نطق بشيء أو تكلم بشيء، نعم ببعض الدلالات التي ذكرها الله عز وجل، فالإكثار منها بهذه الهيئة وبهذه الصفة لا شك أنها تؤثر في يعني كمال اعتقاد وتوحيد القائل والمستمع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
حضور عند الكهان وسؤالهم من غير تصديق، وقال من أتى كاهنا فسأله ولم يذكر التصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما. السبب لأنه يتكلم عن شيء مما اختص الله بعلمه في المغيبات، فلعل ذلك كذلك. الواجب على المعبرين أن يكونوا واضحين وصادقين، يقول هذه معناها كذا وهذه كذا، وأن لا يحدد دقائق الأمور ويفصل تفصيلا دقيقا جدا مما لا يكون بسبب ومثال واضح جري بين، فإن هذا خلاف السنة. لذلك سد الذرائع فيه على أقل الأحوال يمنع كثير من هؤلاء ولو شرعا. نعم. هذه سائلة سألت الدكتورة بسام تقول أنها ترى رؤية كثيرة وكثير منها تقع، فهل هذا دليل على صلاح الذي يرى وقربة من الله؟ وهل إذا أكثر المرء من الطاح وكان ذلك سببا أن يرى رؤى صالحة أم لا؟ لا لا يلزم، لا يلزم، فإن الرؤى يعني ذكروا أنها تكون صادقة إذا كان المرء أقرب لله عز وجل، هذه تكون أحرى بالصدق، لكن أن نجزم أن شخصا تكون رؤاه دائما صادقة وصالحة لا. ذكرت لكم قبل قليل أن أحمد الإمام لما جاء إبراهيم الحميدي وقال له إن فلانا وفلانة من الصالحين رأوك من أهل الجنة، قال إن سهلة ابن سلامة رؤية له مثل ذلك، ثم خرج إلى سفك الدماء وقتل الناس. المقصود أن لا يلزم أن يجزم بالشخص بأنه مستجاب الدعوة، أو أن يجزم أن فلانا بعينه صادق الرؤية، أو أن فلانا يعني تنفع رقيته دون غيره من الناس، ونحو ذلك من الأمور التي تخالف كمال التوكل على الله. وإذا تأملنا في حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يسترقون لا يطلبون الناس الرقية ولا يكون على ويكونون على ربهم وعلى ربهم يتوكلون، فيكونون متوكلين كمال التوكل على الله، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. كمال التوكل الاعتماد على الله عز وجل وعدم النظر للرؤى وعدم الاعتماد عليها في شيء مطلقا. نعم. هل يلزم الدكتور يعني، وهذه تهم أيضا المستوى تهم الجميع، هل يلزم بوجود هؤلاء المعبرين الكثر مثلا، هل يلزم أنه كل من رأى رؤيا اليوم أن يذهب إلى معبر؟ يعني كم من إنسان رأى في منامه رؤيا، هل يلزمه أن يبحث ولا ربما يسكت ويقول يعني رأيت شيئا فيسكت في نفسه يعني لا يخبر بها أحدا؟ نعم. الرسول بين لنا أن بعض الرؤى لا تخبر بها أحدا وهي التي تسوءك، فالسنة أن لا تخبر بها أحدا مطلقا، لا معبرا ولا محبا ولا غير ذلك. أما التي ظاهرها الحسن فتخبر بها من تحب، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها معبرا. بعض المعبرين لتروج سوقه ويكثر قصاده يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل رأى منكم رؤيا وكان يعبرها ويأمر أبا بكر أن يعبرها له. من قاس حاله إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظلم نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينطق بوحي من الله عز وجل، يتنزل عليه الوحي في الصباح والمساء، فما كان من تعبير ومن إخبار فهو من الله عز وجل، وكان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأصحابه لبعض الأحكام والصواب فيها والخطأ. وقد عرفنا أنه يخطئ، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال لأبي بكر أخطأت وأصبت، فكان في ذلك تعليما لنا ولأصحابه رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لعلنا في نهاية اللقاء أيضا دكتور نوجه حديثا ونصيحة منكم إلى المعبرين نختم بها حلقة. أعظم ما يوصى به المرء أن يتقي الله عز وجل، فمن اتقى الله عز وجل وفقه الله عز وجل لكل خير، أن يتقي الله في نفسه بعمل الطاعة واجتناب المعصية، وأن يتقي الله عز وجل في قوله فلا ينطق بقول إلا وهو عالم أثره، فإن بعض تعبير الرؤى قد ترتب عليه من المفاسد والمضار الشيء الكثير، وتقدم كما تفضلتم شيخ بعضا من هذه الأضرار التي تحدث من بعض المعبرين. على مفسر الرؤى أن يتقي الله عز وجل ولا يحرص على ظهور أو بروز، بل إن كان ذلك من علم من الله عز وجل رزقه إياه فراسة وهدى، فإن عليه أن يتقي الله عز وجل فيه ويجعلها في الخير دون المعصية. ومن المعصية أن يعبر كل شيء كما جاء عن ابن سيرين رضي الله عنه ورحمه، لأن فيه إضرارا بالناس وإفسادا لهم وإضرارا للشخص في نفسه. على المعبر أن يتقي الله عز وجل وأن لا يغتر بنفسه، فإن المرء إذا اغتر بنفسه وظن أنه عالم وجادل فإنه هو حسبه، وقد جاء في الحديث أن من تعلم علما
ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء فهو حسبه. فأنت إذا اغتررت بنفسك وظننت بنفسك أنك عالم بكل شيء وأنك حاول جميع العلوم في هذا الفن أو غيره فأنت قد أطرت نفسك. عليه أيضا أن يتقي الله في أسرار المسلمين فلا يستخبر ولا يخبر بشيء مما علم، وإن كان الأولى أن يسكت فلا يسأل ولا يعني يتكلم إلا في قدر الحاجة. ومن اتقى الله عز وجل كان الله معه في كل أحواله والله أعلم. شكر الله لكم دكتور السلام. وإياكم. كنتم معنا مستمعي الكرام في برنامجكم معكم على الهواء، كان عنوان هذه الحلقة